واحد أمين. نعمة ربنا نتكلم النهاردة عن موضوع أعشم إن احنا نبتدي بيه سلسلة في الفضائل المسيحية. الفضائل المسيحية، وأول فضيلة هنتكلم فيها النهاردة ويمكن احنا محتاجين إن احنا نقتنيها في الأيام دي بالذات بعد الظروف اللي بتمر بيها حياتنا وبلادنا، هي فضيلة الاتكال. الاتكال على الله. وعايزين نتعود ان احنا لما هنتكلم على واحدة من الفضائل كل مرة هنحفظ آية واحدة من آيات الكتاب، بس آية بشاهد. احنا عندنا ميزة ان يمكن نكون حافظين ايات كتير من ايات الكتاب المقدس، بس يا خسارة ما نعرفش نطلع الاية دي فين من الكتاب المقدس. بينما ممكن يكون حد تاني من اخواتنا المسيحيين او يعني غير الارثوذكسيين بالتحديد اشطر مننا ان هم يعرفوا يطلعوا ايات الكتاب المقدس بمهارة، يذكر الاية وقبل ما يخلص آخر كلمة في الآية يكون لاضم فيها الشاهد بتاعها، بحيث ان هو تحس انه دارس الكتاب كويس وحافظ آياته كويس، وبالتالي لما يتكلم في حاجة في الكتاب المقدس أو في موضوع يعرف يطلع الآيات اللي فيه تخدمه كويس قوي. فاحنا نحاول نبتدي من النهاردة كل مرة هنحفظ آية واحدة بالشاهد بتاعها، وعلى شرط آيتنا هتكون آية محفوظة لنا كلنا، يعني مش هنتعب في حفظها بالاختصار اللي هنتعب فيه شوية، إن كان هيبقى تعب يعني أو نسميه تعب، هو إن احنا نحفظ إيه الشاهد عشان تبقى معرفتنا كاملة بكتاب المقدس. أول حاجة هنتكلم فيها الاتكال على الله. طبعا مش محتاجين إن احنا نبتدي كلمتنا بنقول ان في فرق بين الاتكال والتواكل، دي حاجة مفهومة ومعروفة عند الجميع، مش محتاجين ان احنا نفكر نفسنا ان في فرق كبير بين هذا وذاك. فالاتكال على الله له شروطه، يعني ربنا لما بيقول لنا اتكلوا عليا مش بيقول اتكلوا وسايب المسألة كده عايمة او مفتوحة بدون تحديد ملامح، وبالتالي يبقى بسهولة نتحول من الاتكال إلى التواكل، ولكن الله حدد بوضوح شروط الاتكال عليه. نقرأ الكلام ده في سفر المزامير، يقول إيه صاحب المزامير؟ يقول اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض وارعى الأمانة. أقول الآية دي تاني، الكلمات السهلة الأربعة دول جنب بعض، قلنا إيه؟ اتكل على الرب وافعل إيه؟ وافعل الخير. نحفظها مع بعض، دي سهل قوي. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض وارعى الأمانة. أقولها تاني، اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض وارعى الأمانة. يبقى دي أول شرطين طلعناهم من أول آية. الآية دي في سفر المزامير مزمور 37 العدد 3، 37:3. اول شرطين طلعناهم، اتكل على الرب بس كمان اعمل ايه؟ افعل الخير. اتكل على الرب واسكن الارض لكن كمان ايه؟ ارعى الامانة. يبقى اول شرطين هيقابلونا في اول آية، افعل الخير وارعى الامانة. اتكال على الرب بدون فعل الخير ما يمشيش. اتكال على الرب بدون ان يرعى الانسان الامانة الامور ما تمشيش. اول شرطين حطهم لنا ربنا، نرعى ان نحافظ على الخير، فعل الخير، ونرعى الامانة. فمثلا لو كان ربنا بيدي وصية لواحد زي أبونا آدم أن لا يأكل من الشجرة، آدم خد الوصية سمعها بس ما قدرش ينفذها. ليه؟ ما كانش أمين فيها، لم يرعى الأمانة.
ربنا اداله ان هو يعيش في وسط جنة عدن بكل الخير اللي فيها، بسلام بينه وبين كل الحيوانات حتى المفترس منها، حتى اللي بنسميه النهاردة الدار، حتى اللي مجرد اسمه النهاردة ممكن يرعبنا. يعني كان في سلام بين أبونا آدم وبين الأسود، النمور، الذئاب، الضباع، كل أنواع الحيوانات اللي اسمها النهاردة بيرعبنا، كان في سلام بينهم وبين أبونا آدم في الأول. ولكنه آدم لم يكن أمينا في حفظ الوصية، وبالتالي لم يرعى الأمانة، لم يكن أمينا في حفظ الوصية، وبالتالي فقد وضع الأول، فقد هذا السلام وهذه العلاقة الطيبة اللي كانت بينه وبين كل حيوانات الأرض. الشرطين اللي حطهم ربنا في الآية دي بتاعت سفر المزامير: افعل الخير وارعى الأمانة. ممكن واحد يتعرض عليه أمر معين ويقول أنا متكل على رب في تنفيذه وأنا هعمله وربنا يعني هو اللي عليه الباقي. ده شيء كويس، ده اتكال على الله شيء جميل، ولكن هل هو بيتكل على الله بيضع في قلبه الشرطين دول مع بعض في جملة واحدة، في كلمة واحدة، أن يفعل الخير ويرعى الأمانة؟ مثلا احنا في فترة تعدي علينا فترات ضيق، فترات نسميها بين قوسين او نحط تحت شرطة كده اضطهاد او الاخر، نقول لا ما يهمكش اتكل على ربنا. اتكل على ربنا، بس كمان خد معها الكلمتين دول: افعل الخير وارعى الأمانة. كان مثل جميل جدا للقصة او للحكاية اللي بقولها دي واحد زي المعلم ابراهيم الجهري، الراجل اللي كان غني، كان مقتدر وعنده من الاموال الكتير، بس يا خسارة كان اللي حواليه بيحسدوه، لدرجة ان ليه كان اخ اسمه المعلم جرجس. انتوا عارفين القصة، مش هكررها لكن هذكرها بسرعة عشان اقول لكم معنى الآية. اللي هو معدي كان هناك شخص ضعيف النفسية رايح جاي يشتمه، وراح اشتكى المعلم جرجس لاخوه المعلم ابراهيم، قال له بسيطة قوي، انا هعرف اقطع لك لسان. وقطع لسانه بايه؟ بعت له شوية خير، بعت له شوية خير، نفذ الوصية، نفذ الآية الجميلة. انا هتكل على الله ربنا اللي يحميني، بس لازم افتكر كلمة ايه؟ افعلوا الخير. ويرعى الأمانة. يرعى الأمانة في إيه؟ يحكوا على نفس الشخص ده المعلم إبراهيم، كان محدش يعدي عليه ويطلب منه طلب إلا وينفذه له، اللي يقول له لله يحط إيده في جيبه ويطلع اللي فيه النصيب ويديه له من سكات، لغاية ما في مرة واحد سمع عنه وقال ده بان عليه الراجل ده يعني زي نساي او عقله مش فيه او كده، طب انا هطلب منه طلب 10-15 مرة في ليلة واحدة او في وقت واحد، شوف هيعمل ايه. يطلب منه الطلب يديله اللي فيه النصيب، يلف حارة والتانية والتالتة، يجي في وشه تاني يقول له لله ويديله اللي فيه النصيب، مرة 2-3-5-10، لغاية ما الراجل نفسه اللي بيمد ايده هو اللي عمل ايه؟ هو اللي زهق، هو اللي قال له تعالى هنا انت مش واخد بالك مني؟ قال له واخد بالي. طب انت ازاي بتديني كل ده وما مزهقتش مني؟ قال له ببساطة، لأني بنفذ الآية بأمانة، من سألك فاعطيه. فهو كان يفعل الخير ويرعى إيه؟ الأمانة. كالراجل متكل على الله، ولكن زي ما قلت لكم الاتكال ده دايما لازم يكون بإيه؟ بشروط: بفعل الخير ومراعاة الأمانة. طيب ده كان أول شرطين قالهم لنا داود النبي في آية في المزمور. في شروط تاني طبعا، في يقول أيضا داود في سفر المزامير: توكلوا عليه في كل أيام حياتكم، أو في كل حين، يا قوم اسكبوا قدام قلوبكم، الله ملجأ لنا. أقولها تاني: توكلوا عليه في كل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا. ثالث شرط: أسكب أمام الله قلبي.
ممكن اكون متكل على الله بس حلاوة بق حلاوة لسان. اصله بيقول الكتاب الكلام سهل لان حاكم نفسه افضل من حاكم ايه مدينة. ممكن واحد ببساطة يقدر يعلم ويوعز شعب طويل عريض لكن يجي على نفسه ما يعرفش يعلم نفسه. يقدر يؤثر في شعب بحاله. عشان كده شفنا في التاريخ على مدار التاريخ عشرات الشخصيات اللي بيسموها شخصية كاريزماتيكية، يعني شخصية عندها كاريزما عندها موهبة تؤثر في الشعوب، زي هتلر زي نابليون زي موسوليني زي مش عارف الإسكندر الأكبر، أسماء من الزعماء اللي عدوا علينا في التاريخ أشكال والوان. الواحد فيهم كان يقف يقول، بالذات هتلر كان يقف يقول الخطبة من دول يخلي كل الشعب قدامه ملتهب وعنده استعداد ينفذ أي حاجة يقولها له. لو قال لهم بعد الخطبة دي روح ارموا نفسكم في النار يرموا نفسهم في النار، ارموا نفسكم في البحر يرموا نفسهم في البحر. قوة وتأثير وعظمة في الشخصية ما فيش أحلى من كده. لكن تعالوا شوفوا الشخصية دي بقى، هو في حياته الشخصية كان شكله إيه؟ يحكوا عنه اللي كانوا قريبين منه ان هو كانت حياته الشخصية يعني تعيسة جدا نفسيا، كان خرب ما كانش شخصية قوية ابدا. ليه؟ لانه كان يعرف يتحكم في اللي قدامه لكن ما يعرفش يتحكم في نفسه. اللي عايز يتكل على الله شرط مهم جدا انه ما يكونش بالكلام يقول كل قدامه اتكل على الله بس يهمكش يا كلمة كده سخاء لفظي، لكن يكون بالأولى هو من جوه من نفسه يعرف يسكب قلبه سكيبا أمام الله زي ما بيقول معلمنا داود النبي. تعرف تسكب نفسك سكيب يبقى تعرف تتكل على الله، تعرف تدخل في هذا التحدي، التحدي الطبيعي التحدي البشري التحدي غير البشري، تقدر تقف قدام أي موقف ولا تخاف. ليه؟ لأنك سبقت وسكبت نفسك سكيبا أمام الله. لكن اللي بيتكل بالبق بس، لا أنا متكل على الله، سيب الأمر على الله وهو لم يقدم هذا الأمر بالفعل في صلاته، زي اللي داخل مثلا على مشروع. بنسمع عن ناس كتير شباب بالذات واخداهم الحماسة عايز يعمل المشروع الفلاني، معايا 10 قروش وإمكانياتي متواضعة بس هو أحط راس مال كده صغير في بداية مشروع ابتدي بس المشروع وهتكل على الله وهكمل. اولا هو لم يحسب النفقة، لم يسكب نفسه سكيبا امام الله، لم يدع الله في بداية المشروع. هو ايه اعتمد كل اعتماده على شطارته وذكائه ومشها كده ما نقدرش نسميها بركة، البركة ما تبقاش كده، نقدر نسميها بالتواكل مش بالاتكال. هو عملها بالتواكل مش بالاتكال، وبالتالي بعد شوية نسمع ان فلان ده لم يوفق في المشروع. ما ده شيء طبيعي ان هو لم يوفق، زي ما قلت لكم، لانه اولا ما حسابش حساب النفقة اللي ربنا قال له عليه، ولا سكب نفسه سكيبا امام الله، ولم يقدم الله في بداية مشروع. فكانت النتيجة ان المشروع حكم عليه بالفشل قبل ما يبتدي. اذا كنا بنقول ده في الامر المادي البسيط، الامر اللي ممكن يتعوض، الخسارة المادية ممكن تتعوض بعد يوم بعد شهر بعد سنة ممكن تتعوض، كان بالاولى في الامور الحياتية المصيرية الروحية في حياة الانسان اللي ما تقدرش تعوضها. العمر لو راح منه يوم ما بيتعوضش تاني، كل يوم بيعدي علي ولم احقق فيه تقدم نحو الله مش هعرف اعوضه تاني، لان العمر ده اوريدي اليوم ده اوريدي خلاص عدى من العمر مش هعرف ارجعه تاني. وبالتالي من يتكل على الله ولم يعرف اولا ان يسكب نفسه سكيبا امام الله فهو في الحقيقة لم يتعلم بعد المعنى الحقيقي للاتكال. وكأن في داود النبي من خبرته، الراجل ده صاحب المزامير اللي قضى عمره في أحلى عشرة في الصلاة والترتيل والتسبيح مع الله، ادانا بالثلاث شروط دول الاحتياطات الداخلية والخارجية علشان ننفذ
شرط الاعتماد على الله. أقولهم الثلاث نقط تاني. أول حاجة إيه؟ افعلوا الخير. تاني حاجة ارعوا الأمانة. تالت حاجة اسكب نفسك سكيبا. يمكن ليه ابتديناها من برة؟ لأن العمل الإعطاء، فعل الخير، فعل العطاء ده عمل مش سهل. مش كل واحد قادر على نعمة العطاء. في ناس بتبقى الحياة وممتلكاتها وأموالها عزيزة عليهم، مش قادرين يطلعوها بسهولة. وبالتالي اللي مش قادر يستغني عن اللي برة يبقى محتاج يصلح كتير قبل ما يخش اللي جوه، لأن الحياة الباطنية أو الحياة الداخلية أو حياة القلب أعمق وأكثر تأثيرا بكثير من الحياة الخارجية. اللي برة يروح ويجي بسهولة، لكن اللي جوه محتاج جهاد كتير. فالواحد يتعلم الأول يطلع، يخلي ذاته ويخلي نفسه من الحب الامتلاك ويبعد نفسه عن حب الأنانية، ثم يدخل في الداخل ويقدر ينسكب سكيبا. رابع شرط بيحطونا ابن بقى داود النبي سليمان الحكيم، بيقول ايه في سفر الأمثال؟ توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك ايه لا تعتمد. اللي عايز يتكل على الله يخلي باله على فهمك لا تعتمد. يعني تعتمد على الله وعندك ثلاث امور ايجابية بتعملهم وعندك امر سلبي لا تفعله. ثلاث امور ايجابية: تعطي، تكون امين، وتسكب نفسك سكيبا. والحاجة السلبية ما تعملهاش وانت بتحاول تتعلم الاتكال على الله انك على فهمك لا تعتمد. اليومين دول احنا مع كثرة الاحداث المحيطة بينا بقينا مشغلين مخنا كتير قوي وعلى فهمنا نعتمد كتير قوي، ويوم ما يحصل حاجة نقول لما احنا متكلين على الله. الاتنين ما يمشوش مع بعض. لو انت عايز تعتمد على الله وتتكل على الله صحيح، على فهمك لا تعتمد. الواحد عمال يجرب ويبحث ويعمل مش عارف هيعمل ايه ويسوي ايه وايه وايه وايه، ورسايب ربنا اخر حاجة، وفي الاخر يقول ايه؟ ما انا متكل على الله. الاتكال على الله مش كلمة ولكن فعل. فعلي بيبتدي بفعل الخير، بمراعاة الامانة، بسكب الإنسان نفسه سكيب أمام الله، ثم أخيرا إيه؟ عدم الاعتماد على الفهم البشري. الفهم البشري ممكن يودي الواحد في طرق قد لا تحمد عاقبتها. الفهم البشري الواحد يعرف يحسبها ويعرف يجيب وسائل وطرق بشرية ممكن تؤذي الإنسان أكتر ما تفيده، ممكن تحقق عكس كل اللي هو كان عايزه، لأنه بفهمي البشري وباعتمادي على هذا الفهم البشري ممكن أضر نفسي أكتر ما فيدها. فكأن داود النبي بيقول لنا التلات أمور الإيجابية، وابن سليمان بيحذرنا من الحاجة الأخيرة السلبية. يقول لنا معلمنا بولس الرسول كده في رسالته الثانية لأهل كورنثوس: لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. ليه معلمنا بولس الرسول رحت جبت أقصى المسألة يقيم الأموات؟ ما قلتش ليه الذي يشفي الأمراض؟ ما قلتش ليه الذي يصنع المعجزات؟ ما قلتش ليه الذي يحقق النجاحات؟ ما ربنا عمل يعمل حاجات كتير. كأن معلمنا بولس الرسول عايز يوصلنا نقطة مهمة: انت عايز تتكل على ربنا، اتكل على ربنا اللي بيعمل المستحيلات. اذا كان على الشفاء في ناس كتير شفت، اذا كان على الشفاء ربنا بيسمح وبيجيب بالشفاء بانواع وطرق كثيرة. ده ممكن النهاردة العقاقير والأدوية والطب بقى يشفي من أمراض، فمبقاش الشفاء ده هو يعني الحاجة المثل الأقصى اللي ربنا
اللي معلمنا بولس الرسول يعرف لنا بيه ربنا، لكن عشان يعرفنا مين ربنا اللي بنتكل عليه جاب لنا الحاجة اللي أبدا أبدا مهما العلم تقدم ومهما الدنيا كلها تقدمت ما سمعناش عن عالم فاضل عرف يقوم واحد من الموت. مهما الطب تقدم يعالج يأجل أمر معين يداوي يساعد على إيجاد حل المشكلة ما لكن يقيم ميت من موته ما سمعناش عنها، وبتهيألي مش هنسمع مهما الطب تقدم. فمعلمنا بولس الرسول عايز يعرفنا مين هو الربنا اللي لازم نسلم له ثقتنا ونتكل عليه ونبقى عارفين احنا بنتكل على مين، وبالتالي على فهمي لا اعتمد. قال على الله الذي يقيم الاموات، اللي عنده المستحيلات، لان غير المستطاع عند الانسان مستطاع عند الله. لما هتتكل على الله انت عارف انت بتتكل على مين، على بتاع المستحيلات. عشان كده لما اطلب منه طلب كمان لا يليق ان انا اطلب طلب من ربنا الطلب اللي انا عارف انا ممكن احققه بايدي. وبالتالي الناس ساعات لما يختلط عليها امر المعجزة الحاجة الفلانية حصلت معجزة، لا لازم اشوف ايه المعجزة. الكتاب المقدس نفسه بيدينا شروط للمعجزة. المسيح له المجد لما اتدخل وعمل معجزة واثنين وعشرة عملها في الامور المستحيلات، مش واحد مثلا عنده شوية صداع حط له ايده على راسه وخفت خف الصداع ونقول دي معجزة، ما عندناش حاجة زي كده في الكتاب المقدس. ولكن لما عمل معجزة قوم اموات مستحيلات، اخرج شياطين مستحيلات، مشى معلمنا بطرس الرسول على وجه المياه مستحيلات. الطبيعة بتقول والعلوم بتقول والعقل بيقول ان المية دي عمر ما حد يقدر يمشي عليها، بالكتير قوي نقدر نسبح نفرد جسمنا ونغير حركة ايدينا ورجلينا ونعمل 100 حركة علشان نقدر نفضل يعني طفيين كده على وجه المية، لكن واحد يمشي ماشي فوق المية دي مستحيلات من المستحيلات. وبالتالي السيد المسيح له المجد لما عمل معجزات عملها معجزات من نوع المستحيلات عشان يورينا ايه الفرق بين المعجزة وبين الطلبة العادية. الطلبة العادية اللي يقدر يعملها اي واحد، لكن المستحيلات اللي ضد الطبيعة البشرية وضد طبيعة الكون هو وحده بس اللي قادر عليها. وبالتالي لما يقول لنا معلمنا بولس الرسول نتكل لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، لا نتكل على أنفسنا ولا على فهمنا زي ما بيقول سليمان الحكيم بل على إله المستحيلات. وبالتالي الله عادة لما بنطلب منه طلبة لا يتدخل الله في الهزيع الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، لكن ينتظر إلى الهزيع الرابع لما نوصل لمرحلة المستحيلات، لما نوصل لمرحلة لا تدخل بشري، لما نوصل لمرحلة لا أمل عند البشر، وقتها الله يقول لأن الغير مستطاع عند الإنسان هو مستطاع عند الله. عشان تعرفوا أنتوا اتكلتوا على مين، أنتوا ما اتكلتوش على معارفكم على شطارتكم على قدراتكم على مهاراتكم على 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 قول زي ما أنت عايز للصبح، لكن اتكلتم على إله اللي يقدر يحقق المستحيلات. بالتالي لما يقول لنا معلمنا بطرس الرسول ملقينا كل همكم عليه لأن هو يعتني بكم، نقولها وإحنا عايشين بملء الإيمان. أنا عارف أنا ملقي همي على مين، ودي النقطة اللي هنختم بيها. إحنا في أيام كتر الكلام على الهم فيها، الناس دلوقتي مهمومة زعلانة قلقانة خايفة عمالة تفكر من أمر بكرة وبعد بكرة، يا ترى هنعمل ايه في الموضوع الفلاني، يا ترى هنقدر نعمل كذا، يا ترى لسه كنت قاعد مع ناس من كام يوم، يا ترى هيسيبونا، طب انا عندي قرشين في البنك هياخدوا الفلوس دي مني في البنك ولا لا. ناس مهمومة وعمالة تفكر وشايلة وحاطة
حتى اللي عنده إرشين خايف عليهم، يعني مش بس خايف على نفسه وخايف على عياله وخايف على مراته وخايف على خصته، يعني الحاجة المهمة قوي، حتى دي الحاجة اللي بتروح وتيجي بقينا قلقانين عليها ومش قادرين ننام براحة قلب، مش قادرين نتكل على حد تاني، عمالين نفكر نفكر نفكر. عشان كده تجينا كلمة معلمنا سليمان الحكيم النهاردة: يا ابني على فهمك لا تعتمد. عايز تعمل ايه؟ عايز تسحب الفلوس من البنك؟ طب ما هتحطها في البيت، يعني مفيش حرامية، الحرامي ما يعرفش يوصل للبيت ويسرقها. واحد يقول لي لا ده انا هروح اشتري بيها ذهب، يعني ما شفتوش سمعتوش الحرامي اللي بيسرق الذهب، وهكذا وهكذا. يا ابني على فهمك لا تعتمد، سيب الامر في ايد ربنا شويه، سيب خلي عندك شويه ايمان واتكل على ربنا. ربنا اللي وعدنا بالرعايه ووعدنا ان هو هيحفظنا ويحافظ علينا ويحافظ على كنيسته ويعدي بيها من اصعب ايامها واصعب مراحلها، مش هيقدر يحفظنا ويعدينا الايام دي؟ ولا احنا بس على فهمنا اللي شغال مش قادر يبطل، مش قادرين نبطل تفكير؟ عشان كده بقول وبكرر، لازم نفكر في كلمة معلمنا سليمان كتير: يا ابني على فهمك لا تعتمد. اخر حاجة نختم بيها الآية اللي نفسي بقى نحفظها، بيقول ايه في سفر الخروج، في سفر التثنية، معلمنا موسى النبي بيقول: إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومركبات قوما أكثر منك فلا تخف منهم، لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. إذا رأيت خيلا ومركبات قوما أكثر منك، افتكر الكلمة دي، اكثر منك. احنا عارفين وربنا عارف ان الحرب اللي قدامك اكثر منك واقوى منك، بس ربنا بيوعدك وبيقول فلا تخف منهم، لان معك الرب الهك الذي اصعدك من ارض مصر. في تثنية 20:1 اقولها تاني عشان نحفظها تاني، سهلة مش صعبة، واحدة واحدة: اذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومركبات قوم أكثر منك فلا تخف منهم، لأن الرب معك إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. تثنية 20:1 أول آية يعني في الأصحاح 20 في سفر التثنية: لا تخف منهم. أنا عايز نحفظ الكلمتين دول، لا تخف منهم. الكلمة اللي قبلها: ورأيتهم أكثر منك. ربنا عارف إن العدو اللي قدامك أكثر منك، لكن ربنا بيوعدك وبيفكرك لا تخف منهم. لا تخف ليه؟ لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. لا تخف ليه؟ نقول تاني ونفكر نفسنا: لا أخف ليه؟ لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. ما نخافش، ما نقلقش، نتكل على الله. الاتكال على الله له شروطه، أعيد وفكر نفسنا بيهم تاني بسرعة. أول حاجة قلنا نعمل إيه؟ افعل الخير، ارعى الأمانة. تالت، اسكب نفسك سكيبا. تالت حاجة ورابع حاجة: على فهمك لا تعتمد. أقولهم تاني عشان انتوا شاطرين كده وحفظتهم بسرعة، نقولهم تاني: افعل الخير، اسقب قلبك سكيبا، وعلى فهمك لا تعتمد. انتوا شاطرين وحافظين احسن مني. الله يدينا نعمة الاتكال عليه بفهم وبإيمان، لا نخف، لان هو عارف ان العدو اكبر اكثر مننا، لكن لا نخف. ليه؟ لان معك الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر. ربنا يدينا نكون فاهمين وعايشين هذه الفضيلة، فضيلة الاتكال على الله، واحنا واثقين ان الله يرعانا، يسندنا، يشجعنا، يقودنا الى حيث
نكون في أفضل حال وأحسن حال مهما كان اللي قدامنا. لا نخف لأن معنا الرب إلهنا الذي أخرجنا من أرض مصر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين. يا ملك السلام أعطينا سلام وقرنا سلام واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والعز والتقديس المثلث بقولنا جميعا أبانا الذي في السماوات. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم فلنمضي بسلام. سلام الرب يكون معكم.